بقول لك ايه؟ ايه؟ ما تيجي تركبي امر جديد؟ لا ما يصحش. ايه اللي ما يصحش؟ الناس تشوفنا. لا ما يصحش. مكسوفة أنجينا نوسة؟ مكسوفة من الناس. فاكرة لما كنا بنتمشى على كوبري أبو العيلة وإحنا متأنجين رايح جاي رايح جاي؟ فاكرة كوبري أبو العيلة؟ فاكرة صالح. فاكر أنت كمان الشاويش بتاع كوبري أبو العيلة؟ إلا فاكرة. والبت زينة اللي كانت بتجيب لنا فول سوداني، البت العسولة الصغيرة دي فاكراها؟ فاكراها، كانت بنت حلال والله. راحت فين؟ الناس دي راحت فين؟ أنت رحت وكوبري أبو العيلة راح وكل الناس الحلوة راحت معايا. هي الشقة فين؟ أنا تعبت وعايزة أنام أنوسة. خصالك يا صالح، ده أنا كان نفسي أتمشى معاك للصبح. أصل أنت بصراحة وحشني أوي. وأنت وحشاني أكتر والله. خصوصاً لما اتزملكتي، ده اللي يشوفك كده يفتكرك من أهل الزمالك. والنبي صحيح؟ أنفع ياك؟ إيه اللي تنفعي؟ ما أنت تعجبي الباشا وحتة بغاشة. والنبي أنت بكاش. أعمل إيه بقى؟ أعمل إيه فيك؟ مالكش ملك؟ من يوم ما وعيت على الدنيا يا صالح وأنت في دماغي وفي قلبي. حتى بعد ما ابويا خرجني من المدرسه ومسكني المغسله الله يرحمه ما طلعتش من دماغي برضه. حتى بعد ما اتجوزت جننتني وكرهت الحرقه واللي فيها، عشان كده جيت هنا واتزملكت. مش عايز زملك، احلى زملك. يلا نوسة، يلا عايز انام والله. يلا اتفضل. اتفضل يا صالح اتفضل. دي احلى شقه عندي، الصالة بتاعتها كلها بتطل على النيل. ايه رأيك بقى؟ حلو قوي. لا وايه؟ جوه في تلات اوض. مش مهم، المهم ان هي شايفه النيل. على فكره انا مليت لك التلاجه، حطيت لك فاكهه وشويه جبن. مفيش لزوم والله. ايه ده؟ وانت هتنام على الارض؟ طب ده جوه فيه سرير 180 سم. لا انا بحب نمت الارض ضهر وبعد. طب هدخل اجيب لك وتر. ما بحبش الوتر. طيب شكلك تعبان بقى وعايز ترتاح، هسيبك عشان تنام براحتك. مفتاح اهو. متحرمش منك يا نص. لو عاوزت حاجه كلمني اي وقت. اطفي النور وخد الباب فيك. تصبح على خير. أي نوسة، عشان سمع صوتك. ايه يا بنتي انت فين؟ معقول صالح في مصر؟ صالح في مصر يا سلمان؟ عندك في الزمالك؟ ايوه طبعا يا بنتي هموت واشوفه. طيب 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 بصي انا هجيلك بكره الصبح، الصبح على طول اول ما اصحى. نوسة نوسة عشان خاطري ما تقوليش ان انت قلتيلي. ها طيب طب بصي بصي بقول لك ايه، هو تفتكري يعني هيكسفني او هيحرجني؟ طيب ماشي ماشي يا نوسة ماشي، ربنا يخليكي لي يا رب. انت بت ب 100 راجل. ماشي يا نوسة، باي باي. صالح في مصر، صالح في مصر يا سلمان، صالح في مصر، صالح في مصر. ايوه بقى انا هقوم البس واروح. استني بس، رايحه فين؟ عايزه اروح له، عايزه اشوفه. حبيبي الوقت متاخر، بكره الصبح نروح مع بعض. طيب اول ما نصحى نروح له. ماشي جدا. نايم على الارض ده باين له شارب. يا استاذ انت مين؟ انا البواب بعت لي اقضي لك حاجتك. لا مش عايز حاجه، امشي امشي من هنا. استنى، عارف تعمل شاي؟ مش عايزه بالنعناع كمان. اي حاجه خلاص. طيب صباح الفل يا استاذ سيد. اهلا يا زعلي، اتدهولت ليه كده يعني؟ اتدهولت؟ حضرتك تقصد ايه بالدهولت دي؟ حصل منك كتير قوي.
لا يا رب. ايه كده؟ مش عارف. فضل فلوسك ودي الاستلاف وبروح صلح مع مدينة. شكلك كده مش هتعمل يعني. هات المفتاح اللي معاك. لا ده بتاع البواب. طال استقبال هات المفتاح. ما عدتش تيجي هنا تاني، اتكل على الله يلا. استنى. تأمرني بحاجة؟ خدي. بالسلامة. طيب. ست نوسة؟ بلا ست نوسة بلا زفت. بقول لك ايه؟ كنت بتهببي ايه عند صالح؟ ابدا والله. ابدا والله؟ يا بت ما تلعبيش بايديك لحسن اعلم عليك. ما تخافيش يا ست، صالح هو اللي علم عليا. قال لي اعملي شاي وبالنعناع كمان، وانا اللي طول عمري ما حد علم عليا، خلاني عملت له شاي وخلعني من الشقه، وانا اللي عمري ما حد خلعني الا بمزاجي. طب قولي، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. شايب النعناع؟ شوف دي الاول نقله صغيره العب. اديله ها اديله يا حمار. متشوقش قوي. يا مين اللي بيلعب؟ اهلي والزمالك قالوا اقعد اقعد. ماتش ده مش فاول؟ الحكم لا ايه؟ كام كام؟ 0-0 يا عم لسه. يلا يلا بقى. ومن امتى يا اخويا انت بتسال في الكوره؟ يا ابني انا كنت لعيب زمان بس بطلت. اه احمد توفيق محمد اهو لوحده اهو. هاك يا حسين يا سيد. بقول لك يا عمر. ها تمام ولا شوت شو وقت يعني علي؟ انا بس بخير يا سيدي. ربط. انا كده فهمت. معلش انا كنت عايز منك 50 دولار وهديهم لك اول شهر الجاي. تاني يا علي؟ فلوس تاني يا علي؟ يا ابني انت بتسحب فلوس كتير. هنشحت مش هنلاقي ناكل. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ صبحي خصم مني فلوس الشهر ده كتير قوي. اديني 50 دولار وانا هديهم لك اول الشهر الجاي. اصل خليل عايز مني. هي فيها خليل. ماشي يا علي. ماشي.